السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام اليوم تبدا او الليله تبدا اولى حلقات ندوه العلماء سنسعد باستضافه كوكبه من كبار العلماء يناقشون معنا ومعكم اهم القضايا والاشكاليات الدينيه التي نحن احوج ما نكون اليها واحوج ما نكون الى اراء العلماء الاجلاء في أولى حلقاتنا لندوة العلماء سوف نتحدث عن مرجعية الأزهر الشريف باعتبار الأزهر صاحب الألف عام ويزيد المسؤول الأول عن الحفاظ على الشريعة الإسلامية والهوية الدينية لأن أبسط ما يقال عن مرجعية الأزهر أنها هوية المؤسسة الحاضنة لفكر أهل السنة وفي تدريسه للشريعة الإسلامية وإصدار الفتاوى وإقامة الشعائر اتبعته الأمة على مدى أكثر من ألف عام كما ذكرنا فبات الأزهر مصدر الفتوى الأول والمعبر عن هوية المسلمين السنة في الفترة الأخيرة الحياة تلاحظ هجوم على مرجعية الأزهر وعلى علمائه وعلى التراث خطورة هذا الأمر أن الهجوم على الأزهر يستهدف أن تكون المرجعية لجماعات وأفراد يتلاعبون بالدين لتحقيق مصالح خاصة اليوم سنطرح على ضيوفنا الكرام مجموعة من الإشكاليات التي تثار حول مرجعية الأزهر لنقدم البيان للمشاهدين والردود الحاسمة حولها اسمحوا لي أن أرحب بضيوف الكرام وهم كوكبة من علماء الأزهر الشريف وأبدأ بأستاذي فضيلة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق مرحبا بفضيلتك يا مولانا وبنشكرك على تلبيه الدعوه الحقيقه وحرصك انك تكون موجود معانا النهارده شكرا جزيلا فضيله الاستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية اصول الدين جامعه الازهر بالقاهره، مرحبا بفضلتك واشكرك. اهلا وسهلا ربنا يعزك فضيله الدكتور، ايضا معنا من علماء الازهر الشريف الذي يمثل جيلا جديدا وهكذا هو حال الازهر تواتر اجيال فضيله الشيخ اشرف سعد، مرحبا بفضلتك اهلا, سهلاً أهلاً مرحب. وسهلا اهلا سعداء جدا بوجودنا مع الساده المشايخ يعني ربنا يعزك. طيب اسمحوا لي ان اطرح سؤالي الاول على السيد صاحب الفضيله الشيخ محمود عاشور آه، لماذا الازهر هو المرجعيه الدينيه يا مولانا بالاسلام بسم, <applause> <الله>. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد الحال ازهر الشريف عمره طويل ولكنه ليس عجوزا لانه يتجدد تلقائيا ويتصاب ايضا تلقائيا او يصير صبيا تلقائيا لانه دائما باستمرار الازهر الشريف يجدد نفسه نعم الازهر بدا البناء فيه سنه 359 هجري هجري وافتتح في 7 رمضان سنه 361 هجريه وكان الفاطميين الفاطميين بنيين الازهر عشان يبقى دعايه للمذهب الشيعي يعني. لانهم يعني كانوا شيعه وشاء الله عز وجل أن يأتي صلاح الدين الأيوبي وزيرا للملك العاضد فيحوله من الشيعة إلى السنة يا سلام ويصير حارسا للسنة منذ وقتها حتى الآن وصار الأزهر هو الذي يعلم الناس جميعا من مصر ومن غير مصر م. العالم كله بيأتي إلى الأزهر الشريف لأنه ما كانش فيه مؤسسة علمية دينية إلى الأزهر الشريف نعم فكان عندنا الأروقة حتى تشهد على ذلك وفضلت الشيخ مسؤول الأروقة موجودة عندنا م. تشهد على انه العالم كله كان يقيموا عندنا في الازهر الشريف ويعيشوا في الازهر الشريف وانا ذهبت الى جنوب افريقيا وهناك عدد المسلمين 2% من عدد السكان. يا سلام. ولكن مجلس القضاء الاسلامي الاعلى فاعل هناك اكثر من من 98%. يا سلام. يعني مجلس القضاء الاعلى هو الذي الاسلامي الاعلى هو الذي يدير الحركه الاسلاميه في جنوب افريقيا. و 95% من اعضائه خريج الازهر الشريف. ما شاء الله. سعدت وشرفت بهم وشرفت بما يفعلون في الازهر الشريف او بالازهر الشريف. الحقيقه كان صوره اكثر من رائعه هناك لانه رايت معاهد ومدارس تحاكي المسلمين الاوائل. عظيم في فكرهم والدوله تتكلم الانجليزيه. المعاهد الأزهرية تتكلم العربية الفصحى مثلنا وقلت لهم ده نجح الأزهر الشريف في أن يحول بلاد تتكلم غير العربية إلى أن تتكلم بالعربية مم. ده ده في بلد يعني عدد سكان المسلمين قليل فما بالنا في يعني. باقي إفريقيا و... لما سافرت ماليزيا مم. لقيت اتحاد علماء ماليزيا مم. وقاموا لاحتفال ضخم كبير جدا مم. هذا الاتحاد كله من خريج الازهر الشريف فالازهر الشريف منتشر في العالم كله وله الرئيس معمول عبد القيوم رئيس المالديف ابن الازهر الشريف وتربى في مدينه البعوث الاسلاميه. يا سلام الرئيس عبد الواحد رئيس اندونيسيا م. ابن الازهر الشريف وتربى في مدينه البعوث الاسلاميه وحين زارنا وكنت وكيل الازهر وكان فضيله الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر عليه رحمه الله آه قال سموا العماره اللي انا كنت فيها باسمي بس فقال له الشيخ محمود بيقول انت تبني عماره وتسميها باسمك تبني عماره عندنا برضه ونسميها باسمك ان شاء الله كان هذا هو الازهر أزهر في العالم مكان ومكانه ومكان سامي وسامق وعالي وعظيم ورائع جدا الناس كانوا آه عارف آه يقفون انا صليت في مسجد في ولايه اسمها دربن في جنوب افريقيا طبعا بيصلي فيه حوالي 5000 بني ادم سلمت عليهم واحدا واحدا واحترام <applause> للزي الازهري والامام وال... قال لي كده آه. الامام ازهري اولا وانا آه. خطبت باللغه العربيه وترجم الخطبه اقول لهم انا بترجم الكلام انما لا استطيع ان اترجم ان اترجم الانفعالات آه. بس وقال لي هتسلم على كل الناس دول فسلمت على الناس دول جميعا ولبسوني وشاح في الاخر لا يلبسوا الا الرؤساء مم. انا اذكر في باكستان حتى انه الرئيس ضياء الحق خرج في المطار لاستقبال فضيله الامام الاكبر وقتها الشيخ جاد الحق علي جاد الحق وده كان مخالف ربما للبروتوكول وما لما, لما قالوا ان قيمه آآ آآ شيخ الازهر عندي اهم من اي رئيس دوله هم قالوا, قالوا له فعلا انه ده رئيس وزاره ومين يقابله ما عندناش رئيس وزاره قال لهم لا انا اللي هقابل الشيخ الازهر لان العالم كله في 100 رئيس وميت ملك صحيح وليس فيه الا شيخ ازهر واحد وقام فضيله الرئيس جاد الحق باستقبال فضيله الشيخ جاد الحق. <applause> الحقيقه احنا الازهر مكانته بره ساميه. ما الناس بتنهش ليه عظم الازهر الان. ما لماذا مسلطين على الازهر الان. <applause> ما اعرفش ماذا يقصدون من وراء ذلك؟ انا بقول من خلال برنامجك للناس جميعا. ارفعوا <applause> ايديكم عن الازهر. ارفعوا ايديكم عن الازهر. ارفعوا أيديكم عن الأزهر فالأزهر وكعبة العلم الديني في العالم الإسلامي كله والأزهر إذا أصيب وإذا هدم ضاعت الدنيا كلها وضاعت مصر صحيح لأنه اسم مصر مرتبط بالأزهر واسم الأزهر مرتبط بمصر ورأس القوى النعمة كما نقول يعني نعم. ومنارة العلم والثقافة نعم. يعني هاخد من كلام فضيلتك أستاذنا فضيلة الشيخ محمود عاشور وأذهب أيضا إلى الدكتور عبد الفتاح العواري يعني استكمالا لما طرحه فضيلة الشيخ عاشور دكتور الفتاح يعني كيف اكتسب الأزهر على مر التاريخ هذه المرجعية يعني ولماذا يتهاون البعض في القول بالمرجعية يعني ليه الإصرار على على محاولة نزع هذه المرجعية من الأزهر الشريف نعم. يعني تتمة لما قاله شيخنا في الحقيقة اكتساب الازهر لهذه المرجعية التي اصبحت مرجعية عالمية نعم ولذلك آه نرى ان العالم كله يعني ترنو ابصاره الى الازهر بمثابة الجانب الدافئ نعم والحضن الحنين الذي يجد فيه العالم يعني لطفا وحبا وودا وشفقه ورحمه ومن هنا يدفعون بابنائهم الى الازهر فحسب دون غيره من سائر الجامعات او المعاهد العلميه المنتشره في العالم لان الازهر اكتسب هذه المرجعيه حيث كان منهجه الوسطي المعتدل نعم الذي يقوم على النظر الصادق والتأمل الدقيق في أصلي التشريع م. الكتاب والسنة فاستنبض علماؤه واستخرج أئمته العلوم م. الشرعية لا. والعلوم اللغوية وغير ذلك من العلوم الخادمة للكتاب والسنة كل هذا بروح الاعتدال كل هذا بروح الوسطية كل هذا دونما نفور من مخالف لهم فلننظر مثلا إلى الجانب العقدي المذهب المعتمد في الأزهر هو مذهب الأشاعرة والإمام أبو الحسن الأشعري بشهادة حتى من ليس على مذهبه كابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب يقول والإمام أبو الحسن الأشعري هو إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع يا سلام لأن أهل السنة والجماعة لولا أن الله قيض لهم هذا الإمام الذي يملك الأدوات والعلوم نعم ما استطاع هذا المذهب أن يقاوم أي مذهب آخر من المذاهب التي انتشرت فهنا مذهب أبو الحسن الأشعري سلك مسلك الوسطيه في جانب الاعتقاد في شتى المسائل والقضايا العقائديه نجد المذهب الاشعري يسلك مسلك الوسطيه، مثلا في قضايا الصفات الخبريه التي هي محل نزاع طويل بين كثير من طوائف الامه حتى ان البعض رمى البعض الاخر بالكفر والتفسيق والتبديع والتضليل نرى كما علمنا شيوخنا نعم. في المعاهد كانوا يقولون لنا اي نص ياتي في القران او السنه انت امامه كازهري لا بد وان تسلك المسلك الوسط كيف م. بمعنى علمونا قول صاحب الخريده وكل نص اوهم التشبيه اوله او, أو فوض ورم تنزيها غيرنا مثلا حينما ياتي مثلا قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ردا على اليهود المجسمين الذين كانوا لا يؤمنون الا بالشيء المحس الجسم والله منزه عن الجسميه حينما قالوا يد الله مغلوله حينما قالوا ان الله فقير فرد القران الكريم عليهم من جنس ما يعتقدون اتى بعض الطوائف من اهل الفرق الاسلاميه فقالوا نصف الله بما وصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله الله طيب هل هذا الوصف يليق بالله هنا الأشاعر قالوا لا نحن لا نعطل صفة ولا نثبتها كما جاءت في دلالة اللغة من وضعها الحقيقي في اللغة لأنه اليد تعني الجارحة نعم. ومن هنا قالوا نجعل لله ما يليق به فإما أن تسير بالتأويل السائغ حتى تنزه الله عن هذه الصفة وإما أن تفوض الكيفية في إجراء هذه الصفة إلى علام الغيوب الذي نطقت بها آيات القرآن الكريم لا. هذا في جانب الاعتقاد لا. عندك مثلا وضع آخر لما يتحدثون عن قضية التأويل م. قضية التأويل يقولون أس البلاء في العالم هو التأويل ويا حبذا لو أجرينا النصوص على ظواهرها هكذا يزعمون نقول لهم في المذهب الأشعري لا بل الخطورة كامنة في التمسك بالظواهر الخطورة كامنة في التمسك بالظواهر بدليل يعني الآيات القرآنية تتحدث عن الحاكمية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون إذا أجريناها على الحقيقة اللغوية اخرجت كل من لم يحكم بشرع الله. وهذا غير صحيح، مذهب الاشاعره وسع دائره الايمان وضيق دائره الكفر صحيح حتى قال لا يخرج من دائره الايمان الا بترك او انكار او جحود ما دخل به، ومن هنا مرتكب الكبيره عند الاشاعره هو مرتكب كبيره مسلم عاصي وليس بكافر، وليس بفاسق، الخوارج يقولون بكفره، والمعتزلة يقولون هو فاسق وفي منزلة بين المنزلتين، لكنه مخلد خلود الكفار في النار. نعم. الأشاعرة قالوا لا هذا لا يصح، وهذا لا يتأتى إلى إلا إذا ضيقنا دائرة الكفر، واتسعت عندنا دائرة الإيمان، لأن الإيمان عند الأشاعرة هو مطلق التصديق. الوسطيه والاعتدال والاسلام الصحيح هو ما ميز الازهر وجعله مرجعيه اكتسبها خلال هذه القرون نعم, نعم طيب نعم الحديث يطول وساعود الى فضيلتك لو اذنت لي مره اخرى لكن السؤال يطرح نفسه فضيله الدكتور الشيخ اشرف سعد يعني يعني هل من حق اي شخص ان يتحدث عن مرجعيه الازهر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا نبارك هذا الصرح العظيم قناة الناس بهذه الحلة المباركة سأل. وأشكر حضرتك بوجودي جنب هؤلاء العمالقة الأشياء جزاهم الله عنا كل خير في الحقيقة نقطة الخلاف الحقيقية الجوهرية بين الأزهر وما عداه من التيارات سواء كانت هذه التيارات يمينية متطرفة أو يسارية متطرفة هي تتلخص في كلمة واحدة لخصها الشيخون هي قضية المنهج وقضية الوسطية بيننا وبينكم منهج هذا المنهج الذي حملته هذه السفينة العظيمة التي تسمى الأزهر الشريف صحيح. التي قاومت أمواج عاتية كبيرة والله هذه الامواج البسيطه التي نقابلها الان لا تاتي شيئا في تاريخ الازهر الشريف نعم. الازهر سفينه عملاقه ضخمه آه لا لم تستمد قوتها لا من حاكم ولا من سياسه ولا من مال ولا من جاه وانما استمدت قوتها من قضيه واحده تسمى قضيه المنهج الوسطي عظيم هذا المنهج الوسطي الذي تكلم عنه فضيله الدكتور عبد الفتاح واستاذنا الجليل يعني سواء عبر المكان والزمان او عبر الوسطيه تتمثل في الاعتقاد المنزه لله سبحانه وتعالى تتمسك بصيانة الشريعة الإسلامية عبر المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة المصانة نعم. بعلوم السنة وعلوم القرآن والحديث تتمثل أيضا في المهم أيضا الجانب الروحي الصوفي الذي اتخذه علماء الأزهر الشريف منهجا للسلوك إلى الله سبحانه وتعالى وهذا جانب مهم جدا ولو كانت القضية قضية علمية أكاديمية فقط فلماذا يعني امتد عمر الازهر الشريف الى هذا العمر المديد وفنيت مدارس أخرى, اخرى واندثرت حتى التي كانت في مصر كان هناك في مصر قبله يعني مدارس كالفسطاط عمرو بن العاص وغيرها لكن المنهج الروحي الصوفي الذي جاء الى الازهر في دورته الثانيه في عصر الظاهر بيبرس وعصر المماليك وعصر السلاطين بعد ذلك سيطرت العلوم الروحيه زائد امر اخر وهو ان علماء الازهر الشريف اتسموا واتصفوا بالتعمق الزائد في العلوم والمذاهب والمناهج والفلسفات بشكل جعلهم محطه رحله للجميع ولم يرحلهم إلى أحد. نعم. الأزهر، الأروقة الأزهرية تشهد حتى الآن وهي في أيضا في حالة بعث من جديد. في تجربة ربما يتسع المقام ما نوضح للمشاهدين إيه الأروقة فضلت الشيخ أشرف وإزاي وهل لسه معمول بيها في هذا العصر يعني فكرة الأعمدة والمشايخ اللي بيدرسوا التلاميذ مهم, و... مهم جدا والناس ناس بترددها ما هو الواحد لو ما خدش علمه عن أستاذ يعني م... طبعا هو الأظهر كما تفضل أستاذنا الجليل الدكتور محمود عاشور وأشار إلى أن الازهر في نشأته الأولى كان نظام الحلقات والاروقه او الحوزات عند الشيعه الاستاذ الذي كان يجلس ويدرس للطلاب هذا هو النظام الذي كان معمولا به في كافه المدارس العلميه لكن الازهر حافظ عليه وبعد ذلك يعني في 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 العصر الحديث جاءت الجامعه طبعا وتطور, وتطور علمي وتقني وتطور لكن انا اريد ان اشير الى تجربه في منتهى الاهميه في قضيه الاروقه يعني حضرتك عن الاروقه الان آه 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 مولانا فضيله الدكتور علي جمعه حفظه الله وشيخنا ووالدنا واستاذنا برك فيه طبعًا هو علامه فارقه هو الذي يعني في هذا الوقت هو الذي احيا وبعث قضيه الرواق الازهري من جديد ما شاء الله فنحن تربينا على يديه في داخل الجامع الازهر منذ سبعة وتسعين إلى طبعا إلى الآن لكن صحيح. التجربة استمرت يوميا من الفجر إلى الظهر <applause> وربما كان امتد هذا إلى طيلة اليوم في الأزهر الشريف ندرس في الرواق الأتراك الرواق الأزهري بعدما كلنا أزهريين كلنا منتهين من الجامعة الماجستير الدكتوراه لكن هذه تجربة فريدة تستحق أن يسلط الضوء عليها عدنا مرة أخرى ندرس الإقناع ندرس الألفية ندرس مقدمة تفسير الزمخشري ندرس التصوف رشحات عين الحياة كتب كثيرة جدا درسناها ومع ذلك أخذنا أيضا معها التربية الروحية الاطلاع على ثقافة العصر الدكتور علي جمعة طبعا حضرتك عارفه كويس رجل جمع بين المعرفه الواسعه بالتراث وبين المعاصره الحداثه نعم ولا احب الحداثه المعاصره المعاصره <applause> و... وسقانا هذا المنهج في هذه التجربه مع انشغال فضيله الدكتور بالافتاء والمشروعات الكبرى التي تولاها في مصر بدا تلامذته من بعده يحيون ايضا عزيز. ويستمرون على هذا النهج ويدرسون في الاروقه وبنظام الكتاب يعني نبدا كتاب مع الطالب وننهيه وننهي, وننهي بالطريقه من يتلقى العلم من يدرس ومن يتلقى العلم في هذا ال ال الذي يدرس طبعا هم اساتذه فضلاء كبار من الازهر الشريف وايضا طلاب من الجامعه وطلاب من اندونيسيا ومن ماليزيا ومن الافارقه عظيم ونرجو لهذه التجربه باللغه العربيه باللغه العربيه وباللغات الاخرى ايضا عظيم يعني في تدريس باللغات الاخرى ايضا ولكن عوده لقضيه المنهج يعني هو ان الازهر الازهر الشريف بيتميز عن بقيه المدارس بعدم التعصب وهذا عدم التعصب هذا والاعتدال ات من قضيه التعمق كلما تعمق الانسان في العلم كلما قل تعصبه وقل اعتراضه وازداد ما فهما ما بياخدش قشور وكلمتين يحفظهم طبعاً ثم يتصدى للفتوى وللدراسه وللعلم من هنا, هنا ياتي التعصب, يأت التعصب من هنا ياتي التعصب السطحيه في العلم والقشور م. ومعرفة الرأي الواحد والجمود عليه من هنا يأتي التعصب سواء هنا أو هنا نحن نقول بيننا وبين المدرستين أنا بقول مدرستين نعم اليمين واليسار اليسار المتطرف هي قضية المنهج وجدناهم يختلفون في النتائج ولكن بيننا وبينهم المنهج اللي هو مكون من مجموعه من العلوم. احنا يعني بالتفصيل لو اذنت لي فضيله الشيخ اشرف عن التحديات التي تواجه مرجعيه الازهر حاليا واستكمالا ايضا للمنهج مع فضيله الدكتور عبد الفتاح وفضيله الشيخ محمود عاشور سنتواصل ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. أرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام مرجعية الأزهر وأسباب الهجوم عليه في الآونة الأخيرة وكوكبة من علماء الأزهر الشريف أرحب بهم مجددا سؤالي لفضيلة العالم الشيخ محمود عشور وكيل الأزهر السابق يعني فضيلتك ذكرت شيء مهم يتعلق فكرة ارفعوا أيديكم عن الأزهر فيبدو أنه ثمة حملة ممنهجة بتتم على الأزهر ورموزه يعني إذا ما هي أبرز التحديات التي تواجه الأزهر في الوقت الحالي فضيلة الشيخ محمود الأزهر عاش طول عمره والمرجيه الوحيده في العالم الاسلامي صحيح كله صحيح كله لا غيره واخواتي الاعزاء تكلموا وتفضلوا بشرح المستفيض لهذا نام الاونه الاخيره بعد احداث الفصائل اللي ظهرت في المجتمع سواء اخوانيه او جماعات او سلفيه او ما الى ذلك وكان لهم قنوات فضائيه تتحدث باسمهم وتنقل فكرهم الى الناس ابتلت الامور تتقلب صحيح وابتلى المجتمع يفكر بس... الله مين الصح الناس دي صح ولا الازهر الصح ابتلى فيه بلبله شديده جدا في المجتمع وهم كان وسائل اعلامهم اقوى والازهر طبعا في معاهده في مدارسه في ما هو فيه مش فاضي عشان ارد على المهاترات التي كانت تتم عبر قنوات كثيره صحيح من اناس كثيرين فحين خلت الساحة من هؤلاء وانتهوا إلى حيث أراد الله سبحانه وتعالى ابتدى الناس يتفرغوا للأزهر الشريف ما بقاش قدامهم الا الأزهر احنا زمان كنا فلان وفلان ما بقاش قدامهم الأزهر لما ليعرفوا جميعا أن الأزهر هو الذي قاوم هذا الفكر منذ قديم لقد قدم شهيدا جليلا فاضلا عظيما وفضل الشيخ الذهبي صحيح قدموا قدمه الازهر الشريف عشان بيصحح افكار هؤلاء المجرمين بيقف لهؤلاء المجرمين بالمرصاد وده فكر الأزهر تفضلوا مشايخ وشرحوه فكنا دائما نقدم الفكر الطيب الجديد تآلم الناس على الازهر لما راوا ان الازهر هو العمود م. الذي يحمي الاسلام والذي يقف بعنف شديد وبقوه مش بعنف عشان يضرب بعنف ويشده في مواجهه التيارات المنحرفه والتيارات التي تحاول أن تقلب الإسلام إلى أمور أخرى كان الأزهر الذي يتصدى بقى الحصن الحصين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرين لم يرق لهم هذا وكثيرين كانوا مدفوعين بقوى أخرى وأناس آخرين وربما كان بتحريك من قوى أخرى فتحركوا ضد الأزهر يعني سمعتهم من يومين أو ثلاثة واحد واقف يمسك الأزهر من شيخه إلى ما كل ما في الازهر طب تطاول ماذا يعني في غير مقبول ماذا في شيخ الازهر وليه والازهر وبيقول 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 انا بقول للناس جميعا ومن خلال منبركم ايضا تفضل كل من يتقوى الازهر يوريني هو قدم ايه ماذا قدم وماذا عنده وماذا يستطيع الازهر قدم عبر ألف سنة ويزيد وقدم قدم أشياء كثيرة وبعدين عملية في التراث وقعدين نحرق التراث ليه نحرق التراث؟ التراث ده تاريخ تاريخ بيحكي كل مرحله من المراحل لها فكر ولها اسلوب صحيح ولها نظام وكل عالم من العلماء يعيش عصره الذي كان فيه ما بيعيش عصرنا ده بيعيش عصره اللي كان يعني ابن تيميه كان في ايام التتار وكان التتار يقضون على الاخضر واليابس م. وكانوا يقشرون الفوضى الشديده في المجتمع فكان لابد ان يكون فكره مواجه لهؤلاء الناس واقف امام هؤلاء انما له افكار جيده وعظيمه ورائعه ونلجا اليها حين تدهم الامور وقد يكون عنده هي خطأ القضيه قضيه بعض بنى عليه الأزهر الان اصبح الواجهه الوحيده امام العالم والعالم كله الان بيقول الازهر كل العالم يعني اللي في الخارج واللي في الداخل بيقول لك الازهر الان هو الملاذ والملجا يمكن اساء هذا الى كثيرين وانفعل كثيرون ليش معنى الازهر يعني؟ عشان ايه الازهر يعني؟ مم. انما الازهر هو الازهر نعم بقوته بعظمته بما تفضل به اخواننا الاعزاء من الدين الوسط الطيب العظيم الرائع الذي يحمل الازهر وقف ايام فتنه المجتمع وايام فتنه الاخوان المسلمين كانوا في وجودهم وقدم بيانات كانت تجمع كلمه الامه صحيح. وتوحد كلمه الامه وتربط بين افراد الامه الازهر والان بهذا هو الذي فعل هذا فالقضيه مش قضيه اشمعنى الازهر وليه بيهاجموا الازهر فانا بقول لهم يعني بلاش واللي عنده حاجة يقدمها ويقول لنا ماذا قدم الازهر اهو وبيقدم وطلاب الازهر هم كون في شوية طلبة خرجوا مش فاهمين سواء كان المادة وراءهم او فكر اخر وراءهم انما الازهر في عمومه في اجماله عظيم ورائع ونقي وطيب وممتاز أو كان يكون, قد يكون عندنا بعض غير المبتعثين من يكون بعض يعني. قد يكون عندنا بعض المتطرفين قد يكون عندنا بعض انما احنا عاداتنا بس ناجل. مش منهج الازهر اللي صنعه فضيله الشيخ محمود ده فكره او جماعته التي يعبدها من دون الله هو, هو انتقل ف... الى الى بلاد النفط وعاد من هناك بفكر اخر م. كثير الذين تحملوا هذا الفكر جاءوا من الخليج م. يحملون هذا الفكر انما كانوا اسوياء وكانوا طيبين وعاداتهم يعدوا على اصابع اليدين يعني الاكثر من هذا فهي قضيتنا قضيه ان الازهر كله نقي وطاهر وعظيم وله مصداقية لدى الناس الناس يحبون الأزهر سواء في الداخل أو في الخارج طيب. والناس أنا سفير تشاد أو سفير مصر في تشاد أه قابلني وقال لي أنا عاوز أقول لك أن المبعوثين بتوع الأزهر اللي عندنا هم المسلمين الأوائل اللي أقاموا الدين الإسلامي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له ابعت جابر الأزهر قول فيه هذا الكلام الناس كلها واقفة ضد بتهاجم الأزهر ابعت إيه قول لي قول لي هذا الكلام عشان الناس تحس بدور الأزهر وبمكان الأزهر فاحنا القضيه قضيه اما الناس الذين يهاجمون اما ماجورين واما لا يفهمون واما انهم يتحركون بدوافع اخرى لا نعلمها ولا نفهم صحيح يعني نفس السؤال لو اذنت لي فضيله الشيخ محمود هطرحه على الدكتور عبد الفتاح العواري يعني ايه التحديات الازهر بيواجهها ورؤيه فضيلتك يا دكتور عبد الفتاح في القائلين بانه لا يجوز ان يكون الازهر هو المرجعيه الدينيه الوحيده وانه عمله او انفراده بالامور الشرعيه تجعل منه سلطه دينيه وهذا غير مقبول وانه نحن نعيش في عصر حريات من حقنا نتكلم ونجتهد نحن الاخرين رؤيه فضيلتك انا بستاذن فضيل الشيخ اتفضل اتفضل ارد لك آه فضلت. 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 سيارة. فضلت. سيارة. يعني انا عاوز اسال اللي هيبقى مرجعيه للناس الراجل اللي قال عاوزين يعمل مليونيه عري في ميدان التحرير <applause> هو ده اللي يبقى مرجعيه للناس يبقى مرجعيه للناس في المجتمع يعني نعمل ده مرجعيه ونسيب الازهر هو عري ولا خلي حجاب ولا ايا كان النقطه هيبقى ازاي بقى ما ما تعرفش هيبقى ازاي يعني والح... مليونيه الحجاب طب <applause> <applause> انت انت مالك وماري الشغلانه هو بيقول حجاب مش فريضه و... يعني ويش ادخلك هو ايه اللي عرفه؟ هل قرف الدين وفاهم الدين وعارف الدين؟ اه راجل مثقف وكاتب راجل فرنساوي قاعد في فرنسا طول عمره وبيتكلم فرنسا وبيعيش في فرنسا ماله مال ومال الدين وماله الدخول في الدين مم. يا اخواننا بعيد ما الدين والحديث فيه مش حكر على الازهر ورجاله ومولانا قد يقول قائل بي. يعني آه. بلاش الحكر انتم مش بنادوا الحريه نعم الناس مش بنادوا بالحرية طب حريه, الحرية مسؤوله وتتركوا الناس احرار اللي تتحجب تتحجب واللي تقلع تقلع يعني من ناحيه لو لم يكن دينا ما انا بقول يعني يعني بلاش الازهر ودور الازهر اتركوا الناس بحريتهم اللي لابسه لابسه يقول لي أعلى لا, لا, لا. انها ما تجيش تقول لي مش عارف ايه وايه دي مصر هي قبله العالم الاسلامي كله انا سافرت بره وشفت وشفت ازاي مكانة مصر ووضع مصر عشان الله الشريف فيه صحيح والله العظيم كان الذي يخطئ الكلام ده كان سنه سبعين في بعض البلدان العربيه له اصله ما عداش على مصر اصله ما راحش مصر يتعلم الادب يتعلم الاخلاق يتعلم القيم هنبتدي نفضح نفسنا قدام الناس بافعال قبيحه ومنكرة وسيئة لا ينبغي أن تكون مطلقا ولا يصح أن تكون في مصر بلد الأزهر ولا مصر المحروسة القديمة التي ذكرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تاني دكتور عبد الفتاح, الفتاح السلطة الدينية والمرجعية زي عندنا سلطة دينية في مصر وأنه انفراد الأزهر يعني هكذا يقول المتقولون كما طبعا كما سمعت من فضيل الشيخنا لو كان الأزهر يسعى كما يقول الزاعمون لسلطة دينية لا. أو منصب سياسي على مدى تاريخه الطويل علماء الأزهر قادوا الثورات صحيح وقدموا شهداء إبان فترة الحملة الفرنسية في مصر كان كل يوم يسقط سبعة سبع, سبع علماء هم قال لي انه كانوا بيعدم من نابليون كل يوم نعم خمسه, خمسة سبعة او خمسه عشان يقضي على خد آه. بالك رح. من علماء الازهر وتنتهي الثورات باجلاء المستعمر ما راينا عالما ازهريا طمع في منصب سياسي وان كان هذا حق لانه مواطن ومن الشعب الازهر الشريف حينما قامت ثوره 25 يناير فضيله الامام الاكبر وعلماء الازهر قالوا الازهر ماوى الجميع صحيح. وفتحوا ابواب الازهر الحوار واخرجوا وسائق على هذه الوسائق وفي ضوئها بدات الحركه السياسيه بين جميع الاحزاب والتيارات حينما طلب منه ان يكون له تدخل كعمل سياسي اعلن شيخه الازهر فوق المهاترات السياسيه لا ينتمي لحزب ولا ينتمي لجماعه الازهر للجميع المشيخة سقف الجميع الأزهر هو الحامي للوطن الأزهر هو الدرع الواقي للوطن أزهر. ولعلك تذكر نعم. في ستة وخمسين يوم أن تآلبت قوى الشر على مصر ما وجد زعيم الأمة ورئيس الجمهورية عبد الناصر حضنا أدفأ ولا أحن من علماء الأزهر والأزهر فخاطب الشعب وخاطب الأمة العربية من, من على أس... منبر الأزهر نعم. وبين علماء الأزهر الأظهر يؤمن بانه لا كهنوت في الاسلام وليس هناك ما يسمى عندنا بالسلطه الدينيه وليس ما يسمى عندنا بمحاكم التفتيش الازهر لا ولي يح... الفقيه ولا نعم المرشد ولا, ولا ولايه الفقيه ولا الامام المعصوم ولا يحجر على فكر ولا يكسر قلم لكنه يقول اصحاب الاقلام يجب ان يكونوا في قمه العفه حينما يسطرون باقلامهم كلمات ستشهد عليهم امام الله يوم القيامه ما ذنب الدين ما ذنب الازهر ما ذنب الاسلام يهاجم وينهش فيه ويطعن في الثوابت ويطعن ويجرح الائمه المعدلين ويطعن في صحابه رسول الله الذين زكاهم الله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه تاتي رويبضه في اخر الزمن سواء كما قال اخونا الشيخ اشرف من اقصى اليمين او اقصى اليسار فتوجه سهامها وطعونها لخيره الناس بعد رسول الله هل هذا يقبل هؤلاء واهمون ان كانوا يظنون ان شعب مصر يرضى ذلك محال الشعب المصري متدين بفطرته والله ان مسيحي مصر يغيرون على الازهر كغيره المسلمين المخلصين للازهر فهؤلاء واهمون ان كانوا يظنون انهم يوما ما سيحولون الازهر متحفا يزار هذا محال مدى تاثر الاجيال فضيله شيخ اشرف يعني اولا لو لو فضلتك ليك تعليق او كلمه اضافه لما طرحه فضيله الشيخ محمود عاشور او فضلت الدكتور عبد الفتاح للمرجعيه والسلطه الدينيه ثم مدى تاثر الاجيال الحاليه بالمرجعيه الدينيه للازهر وقناعتهم بها يعني. نعم لا مزيد على ما تفضل به أستاذ الدكتور، بيد انني اريد ان ازيد الامر فضل. وضوحا وهو اني حضرتك بتقول لماذا الازهر مرجعيه؟ مم. في الحقيقه كلمه المرجعيه هي كلمة شاملة لنا جميعا في كافة التخصصات. لماذا الأزهري مرجعيته الطب إذا أراد طبيبا؟ لماذا الأزهري يذهب إلى غيره؟ ما هي دي فكرة المرجعية، المرجعية تأتي من الرجوع إليه عند الحاجة إليه في تخصصه. لا. أنا لماذا أذهب إلى الطبيب إذا احتجت أنا إلى الطبيب أو لأن الطبيب درس الطب ببساطة شديدة، لماذا أذهب إلى المهندس؟ لماذا يأتي الناس إلى علماء الأزهر الأفاضل؟ عندما يحتاج إلى تفسير أمر في العقيدة أو في التفسير أو صحيح. في الحديث أو في الفقه لأنه درس ذلك بتعمق نعم. الدراسة في الأزهر الشريف بتقوم على حاجتين دعامتين أساسيتين الناس ما بتاخدش بالها من الموضوع دوت وفكرة أني مهما قرأ من كتب بدون منهج علمي, علمي آه. متزن يسلم بعضه إلى بعض في صورة سلسلة متناغمة لا فائده من كل هذه القراءه، لذلك احنا نقول هؤلاء الذين يقرؤون كثيرا ويخرجون على الناس باباطيل واعاجيب، هؤلاء مجرد مثقفين ما عندهم منهج. العلوم عندنا في الازهر بتنقسم الى قسمين رئيسيين، علوم تسمى علوم الالات. كاللغه، كالمنطق، كاصول الحديث، كاصول التفسير، وعلوم القران. هذه تسمى علوم الاله، وكلمه لا. الاله يعني بدونها لا يستطيع الانسان ان يدخل الى علوم الغايات الاخرى او علوم المقاصد اللي هي علوم الفقه والحديث فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم القران الكريم وكل هذه والعقيده وغيرها، اذا هناك علوم آلات اهمها اللغه العربيه طبعا وعلوم المنطق والجدل والمناظره واصول الحديث وعلوم أخرى تسمى علوم المقاصد والغايات تمام. وهو أيضا وهي ودي نقطة مهمة صدق جدا صدق أخذ هذا المنهج بشكل متدرج مم. بشكل متدرج في في مثل كده يقول من لم يتحصرم لا يتذبب، يعني ما العنب يكون حصرم ثم عنب ثم يكون زبيب مم. إذا ما مرش بمرحلة الحصرم لا يمكن يصل إلى مرحلة الزبيب الحلو دوت مم. هو عايز يبقى زبيب على طول من غير ما يمر بهذه المراحل مم. الدراسة في الأزهر متدرجة وهذا التدرج يصنع, يصنع فقيها وأصوليا ومفسرا متعمقا مم. في هدوء وبالراحة زي يكون مستوي مم. طيب على نار هادية نعم. سنوات طويلة يدرس ويدرس الفقه بتدرج ويدرس التفسير بتدرج ويدرس الحديث بتدرج ويدرس له كوكبة من العلماء في كل مرحلة تختلف عن الكوكبة الأخرى فهو يأخذ أفهام وأذواق إذا هذا الرجل الذي تشكل بهذه بهذا العمق وهذا التدرج من حقه أن يمثل لا يكون هو ولكن يمثل المرجعية نعم. هذه مهمة جدا نعم. إذا المنهج وأدوات المنهج والتدرج في أخذ هذا المنهج عبر سنوات طويلة تمتد على فكرة إلى العمر كله نعم. لان العلم الشرعي بالذات مع المحبرة الى المقبرة هذه <applause> الاولى عظيم. النقطة الثانية هل يمثل الازهر مرجعية الى الان عند الشباب اقول آه. في الحقيقة آه. آه. نعم. الاجيال بشكل عام جديد أوه. عند الاجيال اقول نعم وان كان الاجيال عندها نوع من الغضب ونوع من الثورة انا افسره بحسب ما رأيت من الشباب واتصال بهم انه لمزيد حب في الازهر آه. وقد تحب انسانا او مؤسسه او شيئا نعم. ثم من فرط حبك له تغضب منه او تغضب, تغضب عليه منه. يعني اه انا قابلني شاب في, في الازهر كنت ادرس بعد الدرس جاءني شاب قال لي يا شيخ انا ملحد حاشا لله قلت له ليه يا ابني؟ قال لي الجماعات وقعد يحكي لي الجماعات الاسلاميه بتقول والسلفيين بيقولوا والاسلام م. مش كده وانتم وانتم ما بتردوش وانتوا ما بتردوش وانتوا كذا واحنا واقفين المغرب قلت له طب نصلي المغرب ونكمل كلامنا آه. قال لي ماشي فقلت له اذا انت لست ملحدا آه. انت زعلان مننا آه. وهذا الزعل دليل المحبة واكبر دليل على انك تحبون انك جئت الى هنا جئت صحيح. الى الازهر جئت صحيح. الى الجامع الازهر صحيح. تسأل المرجعية موجودة المحبة موجودة او الرغبة في المرجعية موجودة لكن علينا نحن كما تفضلت حضرتك قضيه التحديات اهمها في نظري التحدي الاعلامي اللي تفضل مولانا وقال ان الازهر بسبب انشغالاته الكثيره ما كان منكفئ على نفسه البعض شايف ان الازهر انكفى على نفسه لكن يعني. اصبح تجديد ليس الخطاب منكفئ الديني منكفئ والله. آه ليس, ليس منكفا من, من بعد الانكفاء ولكن يعني مهامه كثيره 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 مشكله الازهر مش هنا <applause> الازهر فيه ألف طالب وطالبة من كل دول من 104 دولة نعم. يدرسون في الازهر الشريف لهم قضاياهم ولهم مشاكلهم ولهم موضوعاتهم ولهم ما يتعلق بهم جميعا الازهر فيه اكثر من 2000 عالم موزعين على بلاد الله جميعا نعم بينشروا الفكر الازهر الشريف الفكر الوسط المعتدل نعم. 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 اللي جاء به رسول الله حين امره ربه بالدعوة قال له ايه ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. تعلمنا ده وتعلمناه واحنا صغيرين ان ان الحوار يكون بالحسنى باللين باللطف مش بالتطاول مش بالبذاءة نعم مش بقله الادب انما الحوار يكون بالاقناع بالمنطق بالحجه بالبرهان من احنا بنشوف الان ما فيش حوار الان فيه تطاول شديد جدا وبذئات شديده جدا لا ينبغي ان تكون على الاطلاق هي حمله ممنهجه ومقصوده مولانا مدفوعه زي ما فضلتك قلت صحيح. يعني لا 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 انا مؤاخذه مولانا على تعليق عندي انا عندي اتفضل قبل ما نطلع فاصل فضيله الشيخ بسيط جدا على قضيه مقصوده انا في نظري هي مقصوده لا لاجل ما ترمي اليه من قضيه البخاري او الحجاب او الكلام ده انا ارى انها مقصوده لانها تعطي قبله الحياه لوجود التيارات الدينيه الفاسده مره اخرى الى مصر وغير لأن ان هؤلاء يتغذون على هؤلاء وهؤلاء يتغذون لولا لولا التطرف في العلمنه ما كان هناك تطرف في الدين ولولا التطرف في الدين ما كان هناك تطرف في العلمنه، هؤلاء يتغذون على هؤلاء. فضيله الشيخ على اية حال اعداء الاسلام لا ينامون ان شاء الله يتحركون دائما وهنا دائما يأتي يأتي دور علماء الازهر الشريف بقى فضيله الشيخ محمود ومنهجه ورؤيته حتى لو كان التحدي اعلامي زي ما فضيله الشيخ اشرف قال فأهل الازهر ورجال الازهر وقاده الفكر والرأي في الازهر اهل لها ان شاء, شاء الله بعد الفاصل نتواصل مشاهدينا الكرام ما زال معنا العديد من المحاور نناقشها مع ضيوفنا وعلمائنا الاجلاء انتظرونا الازهر السيرة ومسيرة ومرجعية الازهر نتحدث فيها في اولى حلقات ندوة العلماء مشاهدينا الكرام وهذه الكوكبة من علماء الازهر الشريف من اجيال متتالية ومختلفة يعني جيل الشيوخ، جيل الوسط وجيل الشباب وسؤالنا المطروح على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بقناة الناس فيسبوك ما هو رأيك في البعض الذي يحاول الهجوم على الازهر او على مرجعية الازهر نرجو ان يكون هناك تواصل بيننا وبينكم وسوف نعرض لاراء حضراتكم خلال هذا اللقاء. سؤالي كالمعتاد اوجهه في هذه المره ايضا لفضيله الشيخ محمود عاشور وكيل الازهر الاسبق وهو ما يتعلق بفكره فضيله الشيخ ظهور كيانات سواء جماعات او افراد تحاول ان تنازع الازهر في مرجعيته. هل سينجح هذا الامر ولماذا؟ ليه الإصرار على أن يضع البعض رأسه برأس الأزهر هذه المؤسسة العظيمة التي أنارت للعالم بالإسلام الوسطي الصحيح المعتدل طوال أكثر من الف عام؟ أخي العزيز، الأزهر قابل محن أشد، وأغلق في عهد المماليك 100 عام، مم. وعاد أقوى وأشد مما كان عليه، مم. فالأزهر اللي بيقف يتحدى الأزهر أو يطاور الأزهر ويحاول ان يسقط دور الازهر زي ما قال الشاعر كان صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها واوها قرنه الوعل <applause> صخرة بيتحطم عليها كل الافكار الخارجة عن دين الله سبحانه او على دين الله سبحانه وتعالى كل الافكار المتطرفة والمتشددة والارهابية بتتحطم على صخرة الازهر الشريف وبالتالي ليس هناك كيان سواء كان في مصر او خارجها يعادل الازهر الشريف وفي بعض البلاد حاولوا أن يقيموا شيئا مماثلا. استعانوا بعلماء الأزهر الشريف في ذلك. وكانوا علماء هم الذين يقيمون لهم هذا. ولم يطاولوا الأزهر فيما هناك في تجربة في تونس ولا زالت يحاولون الوصول إلى يعني وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها, أو أو وفي غيرها لأن الأزهر هو المرجعية الدينية الوحيدة كان في العالم إلى وقت قريب جدا يعني ما ما بتاع مجمع الفقه الاسلامي او غيره ظهر قريبا انما هيئه كبار العلماء انشئت مع الازهر الشريف منذ تاريخه نعم. وكانت مرجعيه للعالم الاسلامي لا. باسره لا. وانا احكي لك قصه ظريفه تضحك عليك الناس دلوقتي في الشارع لما بيحصل لهم حاجه بقول لك يا خراشي يا خراشي ده اول شيخ للازهر <applause> شيخ محمد الخراشي <applause> كان اول شيخ للازهر الشريف أغثنا يعني انقذنا وكان الناس اذا ظلموا من الخديوي يذهبون الى بيته قولوا يا خراشي خلصنا من ظلم الخديوي يا سلام فانتقل الخراشي وبقت يا خراشي ولا يعرف الناس اصلها صحيح. ايه صحيح. اصلها ايه بالظبط ده تعبير كده يعني يعني ما انا بقول ده تعبير عام ودارج وناس يقولون انما لا الازهر كان يواجه الخديوي بمظالم الناس ويقولوا لا اعدل حول افعل كذا لا تفعل كذا كان الازهر هكذا في بعض يا نكسه 67 فض الشيخ عبد الحليم محمود عليه رحمه الله جمع العلماء وقال كده المقولة انه لا يمكن ان نعد السلاح ولا نعد من يحمل السلاح فلا بد من اعداد من يحمل السلاح اعداد الروح الكامل حتى يستخدم السلاح استخدام الامثل ونزل هو العلماء من 67 الى 73 ناموا مع الجنود في الدشم وفي المخابئ وفي الملاجئ وظلوا يعزون حتى حقق الله عز وجل النصر المبين دي من الاشياء العظيمه اللي اساتذتنا كنا بنحسدهم عليها انهم فعلا بينزل ولم يخشوا شيئا ولم يخافوا شيئا ولم يستطيعوا ان يرهبهم اي شيء من عدوان الاعداء وانما كانوا صامدين وثابتين وكان بيد قوة للجنود الذين كانوا معهم ده الازهر الشريف وده الازهر الشريف لظهر الشريف زي ما تفضلت لما عبد الناصر او سيدنا الشيخ تفضل لما عبد الناصر خطب في الازهر إيه؟ الشريف انا عاوز اقول لك حاجه احنا الازهر تاريخه عظيم ومن به يجيب بنفتخر به ولا يستطيع أحد وأنا بقولها وأتحدي أن يطاول الأزهر فيما هو فيه وفيما قام به وفي مكان في العالم أنا قريب أوي أحد الرؤساء الأفارقة بعث رسالة لمجمع البحوث الإسلامية يستفسر فيها